مساء النور، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وينما كنتوا تابعونا على قناة تلفزة تي في في تونس أو خارج تونس. هذا عدد جديد من حوار خاص، وكما تعودتوا البرنامج هذايا واللقاء هذايا دائما يتطرق لآخر التطورات على المستوى الوطني، وطبعا نستضيف فيه شخصيات عندها علاقة بالأحداث اللي جارية حاليا وشخصيات وازنة في الساحة السياسية خاصة. اليوم نحكي على نهاية الأسبوع الماضي اللي كانت حافلة الحقيقة، وين تابعنا نهار السبت 27 فيفري زوز مسيرات، واحدة في شارع محمد الخامس بالعاصمة، وطبعا لأنصار النهضة تحت شعار الدفاع عن الشرعية والبرلمان، ومسيرة أخرى نظمها كل من حزب العمال اليساري واتحاد القوى الشبابية تحت عنوان أو للتنديد بعبث المنظومة الحاكمة الحالية. والمسيرة هذه طبعا انطلقت من شارع الحبيب ثامر في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. زوز مسيرات أثرت الجدل الحقيقة في الفترة الأخيرة، خاصة أنه اليوم نطرح مسألة الاحتجاجات الأخيرة ونعرف التصدي الأمني للاحتجاجات الشبابية الأخيرة، وزاد فما منع للتظاهرات سواء الثقافية أو التجمعات الرياضية في إطار طبعا المحافظة على الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا. قلت هذه كل أثار جدل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتونسيين الكل الحقيقة أغلبية استغربوا ونددوا بالتجمعات هذه، لكن في المقابل طبعا كل طرف من أصحاب المسيرات هذه اللي تنظمت نهار السبت كان كما قلت يدافع عن فكرة معينة ويندد بربما بعض اللي قاعد يصير على المستوى السياسي، خاصة وأن نحكي على بلوكاج كبير قاعد صاير على مستوى رؤوس الحكم الثلاثة، وطبعا بين القصور الثلاثة سواء باردو كارتاج وإلا القصبة. هذا كله أكثر باش نحكي عليه، وطبعا اليوم باش نركزوا على مسيرة حزب العمال، وكما قلت مع اتحاد القوى الشبابية اللي انضم للمسيرة هذه. مش وحدي، حاضر معايا اليوم الأمين العام لحزب العمال حما الهمامي للحديث على المسيرة هذه وزاد على الساحة السياسية والتطورات الأخيرة. مساء النور حما، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. إذا كما كنت تسمع في التقديم الحقيقة اليوم قبل ما نبدأ الساعة في هذايا كل وفي محاور لقائنا لليلة، خلينا نطمن الساعة على الأستاذة راضية شنو أحوالها، لو كان تقولنا آخر التطورات لأن نعرف وكتعبت شوية في المدة الأخيرة شنو أحوالها. المعنويات باهية، المعنويات باهية، لكن الحجر الصحي متعبها كما متعب التوانسة الكل، لأنها الدوايات اللي تاخذ فيها ينقصوا من المناعة، فهمتني؟ وبالتالي برشا احتياطات، وراضي الناس كل يعرفوا اللي هي عمرها ما تركح قبل وتحب تشوف الناس وتقعد مع الناس. هذا كيما متعب التوانسة زاد متعبها هي الحجر الصحي هذه وقلة الاتصال معناها بالناس، لكن المعنويات لاباس، لكن فايدة المعنويات وانها تكون لاباس، وطبعا نتمنى لها الشفاء العاجل وتحية كبيرة لها. ندخل توا في صلب الموضوع وفي علاقة، ونبداو من اخر الاحداث اللي صارت كما قلت اخر الجمعة اللي فاتت. زوز مسيرات، نلقاو حركة النهضة من جهة وحزب العمال من جهة اخرى. ساعة خلينا نبداو علاش في الوقت هذايا بالذات ونحن نعيشوا على وقع جائحة كبيرة، وكل يوم تقريبا المختصين في الشأن الصحي يخرجوا وينبهوا، ويعني رقابة مشددة خلينا نقولوا على التونسيين على ارتداء الكمامة على التباعد وغيره من الإجراءات الوقائية، لكن في المقابل عدد من الأحزاب السياسية أو الأطياف السياسية خلينا نقولوا سواء في الحكم وخارج الحكم كسرت القاعدة وخرجت. شوف، هي رأي بناء القاعدة مكسرة، لأنه خاصة في الموجة الثانية هذه راهو حاجة شكلية الحجر الصحي، تعرفش علاش؟ لأنك تجي للناس تقول لهم ما يلزمكمش تخرجوا وما يلزمكمش تنقلوا بين المدن ويلزمكم تبعدوا على بعضكم ويلزمك تلبس الكمامة، وفي نفس الوقت اش وفرت له أنت؟ اش وفرت له باش ينجم
يمتثل أو يلتزم أو يطبق شيء هذا. تلك ماما الناس مش لاقي باش تاكل. أنا من باب من باب الفلكة تعديت المدة الفايتة، تعديت على الكاف معايا واحد أمني، قلت له بالله قلت له شوف شكون لابس كمام، قلت له برا شدهم لابسين كمام، قلت له اش بيهم لابسين؟ نعكسوا الآية يعني. ما نعكسوا الآية، لأنك ما ثماش ناس لابسة ما عداك عبد. هو المصارى مخرجين نكتة. عندي صديقي تونسي يكلم صديقه في القاهرة، قال له لاباس أمور الكوفيد؟ قال له لاباس تمام. قال له إيه ماخذين احتياطاتكم؟ قال له نشوفوا عندك كمام نهربوا منه ونقولوا مريض. خاطر الناس مش لابسة. لأنك تطلب من الناس، علاش تطلب من الناس؟ خي عنده باش يشري هو 10 كمامات ب 5000 مش لاقيهم باش يعيش بهم، عنده باش يشري هو المطهرات، هو وفرت له انت تقول له شد غادي وفرت له باش يعيش. هاك الخدامه اللي 250 الف اللي يخدموا في القهوه ويخدموا في المطاعم، وفرت لهم هذاك حاجه؟ ما وفروا لهم حتى شيء، ويجوا يطالبوا فيهم باش يشدوا ديارهم ويردوا بالهم. وفرت لهم انت وسائل نقل؟ هذه برشا حاجات، برشا حاجات ما هيش يوفروهاش لهم. وحتى الناس اللي مرضوا وفروا لهم، تعرفي المرة اللي 58 وفاة، توا نحن ندوروا في أكثر من 7000 معناها وفاة. الحقيقة السياسة اللي تبعتها الحكومة، منظومة الحكم في خاصة في هل الموجة الثانية نتاع الكوفيد، كيما قال حزب العمال عملوها تحت شعار اللي يعيش يعيش ويموت يموت، وهذاك اللي صار. نأكد لك اللي الأغلبية الساحقة، وهذه قالوها مصادر طبية تاع الناس اللي توفوا بالكوفيد، لو توفرت الإمكانات، لو كان ثم دعم حقيقي للصحة العمومية، لو كانت الدولة تحملت مسؤوليتها ما كانوش راهو يتوفوا. إذا الشباب اللي خرج نحن في نهار 14 جانفي اللي خرجوا في الليل في أحياء شعبية وبعد 14 جانفي وبعد بعد 14 جانفي وكل شيء خرجوا، علاش خارجين هذاك؟ تقول لك أنا ميت ميت، أنا ما عنديش خدمة وأنا جيعان وأنا ضربني المرض وأنا مانيش نقرا وكل شيء. إذا يقول لك أنا ميت ميت، وسمعتها مرات تقول لك أنا ميت ميت. أنا نحكي مع ناس اللي عندهم أعمال هشة، هذا يقول لك أنا إذا ما نخدمش نموت بالشر. الإنسان اللي يخدموا في الديار ولا يخدموا في التنظيف في مستشفيات ولا في مساحات خاصة ولا غيرها ولا في إدارات، تقول لك أنا راني إذا ما نخدمش ما عنديش دخل، إذا ما عنديش دخل راه ما عنديش باش نعيش صغاري. لأن هذا بشكل عام، هذاك علاش حبيت نقول لك ما لقاو يحكوا كان على الحجر الصحي كان في هذا. بالإضافة إلى ذلك صحيح تو وقت الناس يجي يقول لك بالنسبة لحركة النهضة حزب في الحكم وجايبك الناس هذيك الكل من آخر الدنيا وفاهم شكون اللي خارج معناها قبل الخمسه، فهمتي نتاع قبل الخمسه معناها نتاع الصباح. هذه حوايج نجم نقول لك انا معقوله، ولكن في حقيقه الامر هذه راهو الانضباط وكل شيء يلزموا شروطه يلزموا ظروفه. احنا علاش خرجنا؟ انتم اللي تعطيوا المثال. شو كيفاش؟ نحن وقت اللي لكن نحن نعطيوا المثال فاش؟ نحن وقت اللي خرجنا خرجنا الانضباط خرجنا رانا باش اولا كنا منضبطين، ثانيا راهو خرجنا باش نقولوا باش ندافعوا على حاجه، مش تسكر عليا وتخليني في الدار وتخلي حاجه صحي. والحكومه اليوم منظومه تحكم، منظومه تحكم قاعد تدمر في بلاد بكل رئاساتها، قاعدين يدمروا في بلاد، ازمه اقتصاديه، ازمه توجهها بعد، ازمه ماليه، ازمه اجتماعيه، امن، ازمه اخلاقيه قيميه، بلاد قاعد تدمر. وانت تقول لي وانت تجي تقول لي ما غاديك كيف انت انضبطت. وهذا اللي قلته حمل همامي واكدته في الفيديو اللي تم نشره على صفحه حزب العمال نهار 26 فيفري قبل بنهار من المسيره اللي تم كما قلت حضورها في شارع الحبيب ثامر انطلاقا منه وصولا الى شارع الحبيب بورقيبه. قلت ان الكلام اللي كنت تقول فيه، وزاد قلت انه الطبقه السياسيه اليوم الاتفاق بينهم اصبح صعب جدا. مساج خلينا نشوفوا اكستري صغير من الخطاب نتاعك حمل همامي ثم نرجع معاك للنقاش.
أيها الشعب التونسي، تعيش بلادنا منذ انتخابات 2019 على وقع أزمة سياسية تتفاقم من يوم إلى آخر. إن أقطاب الحكم في باردو والقصبة وقرطاج يتناحرون ويتآمر بعضهم على بعض من أجل الكراسي، وقد بيّنت وقائع الأسابيع الأخيرة أن الاتفاق بينهم أصبح أمرا صعبا، وأن حصل اتفاق فسيكون مؤقتا، أن الصراع بينهم لن يتوقف على الأرجح إلا بإزاحة طرف منهم الآخر أو تهميشه للانفراد بالحكم، ولكن في الأثناء يجري العبث بمصالح الشعب والبلاد التي تسير نحو انهيارات مخيفة على جميع الأصعدة. لقد خرجتم خلال الفترة الماضية أكثر من مرة للاحتجاج على أوضاعكم، وكالعادة واجهتكم منظومة الحكم بالقمع والاعتقالات والمحاكمات. إن الواضح اليوم أن هذه المنظومة لا تعنيها في شيء مصالحكم ومصالح الوطن، وأنها معنية فقط بحماية مصالحها ومصالح السماسرة والفاسدين والمافيات المحلية والأجنبية. إنهم وحتى وهم يتناحرون على الحكم لا يختلفون في التخطيط لما يعمق متاعبكم، مثل الزيادة في الأسعار والتخفيف في الأجور وسد أبواب الانتداب في وجه بناتكم وأبنائكم والتفريط في المنشآت العمومية للنهبين ومواصلة تخريب الخدمات العامة من تعليم وصحة ونقل وبيئة وغيرها تنفيذا لإملاءات أسيادهم في الخارج. أخواتي إخواني، أيها الشعب التونسي، لم يعد من الممكن اليوم مواصلة الصمت على هذا الوضع. إن حكامنا يتلاعبون بمصالحنا ويخونوننا ويخونون وطننا ويدمرون مجتمعنا وخاصة شبابه. لقد بيّنت تجربة 10 سنوات منذ سقوط الدكتاتورية أن الحل لا يمكن أن يأتي من منظومة الحكم القائمة. لم يعد من الممكن مواصلة الصمت، قلت، أمام هذا الوضع. حمال الهمامي، هات نبدأ ساعة من المسيرة وتقييمك لها ونسبة نجاح المسيرة. عملت مسيرة، كيفاش كانت؟ شوف، بالنسبة لينا خذينا القرار باش نهبطوا في المسيرة باش نحب نوضح، خذا ثم العديد من المناضلات والمناضلين وحتى من الأعلاميات والأعلاميين علاش حزب العمال وحده هو واتحاد القوى الشبابية. احنا في الحقيقة رانا اتصلنا بكافة شركائنا، عديد الأحزاب وعديد الجمعيات والمنظمات، كان ثم تقديرات مختلفة، نهبطوا ما نهبطوش، فهمتني؟ ونحن نحترم التقديرات هذه بطبيعة الحال، كل حزب أو جمعية أو منظمة من حقها باش تكون عندها تقديراتها، ولكن في الأخر احنا قلنا نتحملوا مسؤوليتنا كحزب، واتحاد القوى الشبابية قالوا نتحملوا المسؤولية معناها نتاعنا ونهبطوا. علاش؟ ما خلوش النهضة وحدها في الشارع. علاش ما خلوش النهضة وحدها؟ النهضة هابطة للتوانسة باش تقول لهم راهو نحبوكم ونحبوا تونس ونحبوا الوحدة الوطنية والدفاع عن الشرعية وهات وهات وهات. الشرعية مهددة اليوم، حسوا بخطركم؟ ها؟ حسوا بخطركم لين يطلقوا الشعار هذا؟ حاسين بخطر الشعب، الخطر جاي من الشعب، تو نجوها المسألة هذه. إذا نحن قلنا باهي برشا، ومن واجبنا باش نسمعوا التوانسة صوت آخر غير صوت حركة النهضة. صوت آخر. التوانسة محتاجين ليه، والتونسيات محتاجين ليه الصوت هذا. وبالنسبة لي نحن كنا عارفين النهضة مش تجيب أكثر منا. وأنت كإعلامية في علمك، تجنيد معناها نتاع حافلات من الجهات الكل، وبرشا فلوس وبرشا إمكانيات، حزب في السلطة الحصيلة. احنا ما عندناش الإمكانيات هذيك بطبيعة الحال. ولكن على الأقل عن الإرادة وعن
الروح نتاع فهمتي نتاع التضحيه، ونحب نوصلوا الصوت معناها نتاعنا، قررنا نقول نهبطوا حتى ولو كنا معناها ما عندناش نفسك العدد هذاك، اللي احنا جينا من تونس الكبرى خاصه وفي 48 ساعه وهبطنا معناها للشارع. والشيء اللي لاحظناه هو اولا صحيح احنا جينا مئات، ولكن مئات نتاع مناضلات ومناضلين كانوا واضحين في المواقف معناها نتاعهم، وكانوا مناضلات ومناضلين مصممين ومنضبطين في المسيره فهمتي من معناها نتاعهم. ونعتقد ان نجحنا من ناحيه انه صوتنا وصل مش فقط عبر وسائل الاعلام، وشكرا لكافه وسائل الاعلام اللي التزموا الموضوعيه. كيفاش التزموا الموضوعيه؟ ما عداوش النهضه فقط، نقلوا المسيرات. وبالمناسبه كذلك كل التعاطف نتاعنا مع الصحفيين والصحفيات اللي وقع الاعتداء عليهم في المسيره نتاع حركه النهضه. صوتنا وصل وصل، وفي نفس الوقت زاد شعبيا. احنا هبطنا من باب الخضره وهبطنا على باب السويقه وهبطنا على الساحه نتاع الباساج وهبطنا شارع بورقيبه، ولا سمعنا ربع كلمه خايبه. مشينا للشعب، مشينا باب سويقة، في الناس نسات زغرت، الناس يشجعوا فينا، يعطيكم الصحة، يرحم والديكم، راي البلاد مشات، ما خبيش عليه، كان نقولوا راي النهضة دمرتنا، راي النهضة قضت علينا، وقتاش مش نرتاحوا منها، وقتاش مش نرتاحوا من الناس اللي معاها. لكن في الطرف الآخر في شارع محمد الخامس، صورة مخالفة لهذا تماما. أيه. هتافات تهليل تكبير بحركة بوساندين بوساندين، وهذا طبيعي. هو لا لا طبيعي، لا طبيعي. نحكي لك نحن على الأقل اللي عشناه مع الشعب اللي في شارع محمد الخامس هذاك، الناس اللي جابوهم. أما نحكي لك نحن هذا مش الناس اللي معناها معانا اللي موجودين، أنا نحكي لك على المواطنين والمواطنات كبار وصغار. طيب الحاجة الأخرى اللي نجحنا فيها مشينا، ما تعرف اللي ثم خوفوا الناس، قال لهم تصير تصدمات وتكسير وخوفوا، ثم شكون اللي يخوف الناس نهارتها؟ كيفاش حزب العمال يخرج والنهضه تخرج وتو يصير صدام وتو يقع؟ ناكد لك من خرجنا من معناها من المسيره من باب الخضره حتى اللي وفات بعد قرابة ساعه ونص ولا ساعتين، قشه ما تمستش، كانت مسيره منظمه. طيب ولا تمست حاجة ولا تكسرت حاجة، وهذه رسالة زادة، رسالة اللي راهو حزب العمال واليسار، احنا في تاريخنا عمرنا ما كنا نتاع باش نكسروا، ما عندناش في تاريخنا ما الفرق، وما عندناش في تاريخ المتفجرات، وما عندناش في تاريخنا السكاكن، وما عندناش في التاريخ نتاعنا منها الاعتداءات. طيب. وحبيت نقول اللي خلانا نتصرف وكاكا وديما تصرفنا كاكا هو المكسب نتاع الحرية هذا نتاع الاحتجاج، راهو جاب الدم، راهو جاب دم التوانسه، راهو جاب تضحيات كبيره. احنا في حزب العمال مانيش مفرطوا فيه. وذاك علاش لازمنا ان نحافظوا عليه طبعا. طيب اليوم عم الهمامي ميداني، ونحكيوا على من جانب ومساله الاعداد لانه مهم جدا. اليوم كي نشوفوا ميدانيا العدد والالاف اللي موجودين في مسيره حركه النهضه، ونشوفوا مسيره حزب العمال، وانت في اكثر من مره كنت تنادي وما زلت تنادي باسقاط المنظومه الحاكمه والنظام. باي صوره وباي كيفيه امام الأنصار والمساندة الكبيرة هذه للمنظومة الحاكمة اللي هو أكبر حزب حاكم في تونس حركة النهضة ومناصري حزب العمال، الحقيقة المقاربة صعبة شوية. هو سؤال في بقعته. أنت بيد قلت هذا حزب حاكم، أنا نقول لك با جات ألاف، صحيح جاءوا ألاف ألاف كما قلت لك بغض النظر عن الوسيلة، لأنه أنتم زادة كنتم تنجموا تعملوها. أي أي لا لا خلينا نحكي لك شيء مشروع. لا ما هو كذا الحزب حاكم ويصرف الفلوس هذيك الكل باش يجي يقولني ندعم الشرعيه، راهو من حق الناس توانسه وتونسيات باش يقولوا هالفلوس هذه الكل مش ممكن شات مصلحه اخرى خير؟ انت عندك ناس مش لاقيه باش تداوي، وناس مش لاقيه باش تاكل، ناس ضربها الفقر وضربها الجوع، وانت تعمل مسيره تكلفت يا سيدي نقولوا عشرات الملايين، ثم شكون يقول لك مئات الملايين، تعمل المسيره هذيك بالفلوس هذيك
باش تقول ندعم الشرعيه؟ هذا ما يمشيش مع بعض. راه هذا حزب حاكم، راه حزب حاكم يخرج حزب العمال ولا اتحاد القوى الشعبيه ولا احزاب اخرى للشارع باش تحتج، ولا اتحاد الشغل ولا اتحاد طلبة تونس ولا الرابطه ولا غيرها، هذه تفهم. اما حزب حاكم جاي باش يظهر روحه. خلينا نشوفوا الرسائل السياسيه نتاع يعني توجيك على اسقاط المنظومه. النهضه نجحت نهارتها سياسيا، ما نجحتش سياسيا، فشلت فشلا ذريعا. كيفاش؟ كيفاش فشلت؟ قبل كل شيء خسرت وقت صار الاعتداء على الاعلاميات والاعلاميين. خساره كبيره. المساله الثانيه خسرت، يعني انا نسمع في التعليق نتاع المواطنين العاديين هالفلوس هذه كرها راهي مشات لبق اخرى. خسرت باش ما يحبوا هما يوجهوا لخصمهم قيس سعيد، رانا قويين. اش قال لهم قيس سعيد؟ قيس سعيد قال لهم راهو تخرجوا ولا ما تخرجوش ماكمش مش تاثروا عليه، وبل بالعكس زاد قال لهم تتحدثون عن الافلاسي والفلوس موجوده عندكم. فهمتني؟ اذا زاد خسروا باش يوجهوا رساله لخصمهم. تزحزحتش الخلاف على الحكومه، ما تزحزحش جمله. خسروا كذلك من ناحيه الشعارات اللي عرفوها. توا وكان جاء حزب جديد يقول نحب الوحده الوطنيه، مثال نحكي لك. نجم يجد على التوانسه، لكن التوانسه يعرفوا لي لمدى 10 سنين حركه النهضه تفرق في التوانسه، فرقتهم، شتتتهم. اللي تهمينه بالكفر ويقسموا في التوانسه مؤمنين وكفار. بعثوا لهم وليداتهم وشجعوهم ورموز كبيره. بعثوهم من سوريا وبعثوهم المالي، بعثوهم لبؤر، فهمتي منها نتاع التوتر. المسؤوليه نتاعهم كحزب حاكم في الاغتيالات السياسيه، ناس من الناس نساو شكري، نساو الحاج محمد فهمتي من البراهمي، نساو الامنيين، نساو العسكريين، نساو المواطنين العاديين. تجي تقول له انت نحب الوحده الوطنيه، وشنو هي الوحده الوطنيه اللي تلوج عليها انت مع شكون؟ خي ماك عملتها مع التكتل، وعملتها مع مصف المرزوق مؤتمر اجل الجمهوريه، عملتها هالوحده الوطنيه مع باجي خالد السبسي هكا ولا؟ عملتها بعد مع يوسف الشاهد. ايه هذه وحده وطنيه؟ تي البلاد اندقدقت. البلاد اليوم نشوفوا فيها الجهويات والعروشيه والجريمه والعنف معناها المنظم والارهاب. البلاد راهو اليوم ما تعرفي انا ماك تعرفي ديما نمشي معناها بالارقام. ايه تقول لي ندافع على الشرعيه، زادها الشرعيه. خي الشرعيه انت خذيت طلعت في الانتخابات، هي راهو هتلر تلعب بالانتخابات زادها. خي الشرعيه تسمح لك باش تدقدق البلاد، راهو مش طلعت بالانتخابات وفاء. انتخاطخ الغنوش يقول تمنيت لو كان حمل همامي يلتحق بينا، راهو ما كانش معناه ما عندوش مبدا الاقصاء، يقول اليوم حمل همامي خويا. هاو فما سلاسه ومحبه. علاش انا النهارين معناه مرات يقول لك كثره الهم يضحك. انا قلت لهم راي الوالده خضرة ما جابتش واحد اسمه راشد، قلت لهم عندي الزخوه واحد اسمه الطاهر واحد اسمه الهادي، ما عنديش خو اسمه راشد. ماناش اخوة. السياسة ماناش اخوة في السياسة. سياسية. شو كيفاش ماناش راضعين؟ من نفس الزدر. في السياسة. أنا راضع من القيم نتاع الحرية والقيم نتاع العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة. أنا راضع من الحليب نتاع الدغباجي اللي البارح تذكر نتاع الاغتيال نتاعو. أنا راضع من الحليب نتاع بشير بالزديرة. من الحليب نتاع طاهر الحداد، من الحليب نتاع سعيد ابو بكر، من الحليب نتاع ابو القاسم الشابي. انا راضع من الحليب نتاع حشاد. راشد الغنوشي لا؟ راشد الغنوشي راضع من الحليب اخر نتاع الاخوان المسلمين. تحبي نبدو من قديم؟ انا راضع من الحليب ابن رشد، وانا راضع من الحليب نتاع المعري نتاع الجحد. حتى هو كي يتكلم يقول لك انا زاد انتمي للمدارس هذه و... لا هو ويسمي لا الاسماء هذه لا ما يسميهمش. لا اعطيني نهار جبد على ابن رشد وجبد على جماعه ما سالوش وربما على المعتزله. لا لا اما لا قالوها. هو راضع من حليب ابن تيميه وابن حنبل وحليب نتاع حسن البنا. خليني احكي لك هذايا لا يفسد الودي قضيه. هو راضع من الحليب نتاع الدكتاتوريه ونتاع الاستبداد ونتاع التكفير ونتاع تدمير المجتمعات. ها
هذا الحليب راجع منه. نفي يوما ما حتى هو. تشبيه خلال لأفكار ودفاع. لا لا ندافي، وشكون ساندهم وقتها؟ شكون دافع عليهم وقتها؟ شكون وقف معاهم؟ شكون؟ شوفي المبدئية نتاع حزب العمال، وقت اللي تعذبوا حزب العمال قال وقال نرفض التعذيب مهما كان الضحية، هم يعرفوه هذا، وراضية النصراوي وقفت ودافعت. وتدمرت. ايوا هذا علاش ما نشوفوش مره اخرى؟ لا مش لا لكن, لكن ما نجموش نشوفوها. مش نقول لك علاش، علاش ما نجموش نشوفوها هذا اليوم؟ لانه هذاك في وقت خاطر نحن ناس مبدئيين ندافعوا على مبادئ بقطع النظر مثلا في التعذيب. علاش وقتها لا ما فرقوش ما بين بشر وبشر في التعذيب؟ عندنا مبادئ انسانيه. هذاك اللي قلت لك ماناش راضعين من نفس الحليب. فهمتني؟ احنا لا من 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 الحليب نتاع قلت لك نتاع التقدم ونتاع العداله الاجتماعيه ونتاع المساواه، هم من حليب اخر. الا بعد الثوره، بعد الثوره آه. بعد الثوره الامور هي ما عادش كي بعضه. قبل كانوا هما في المعارضه، احنا في المعارضه هكا ولا صحيح. بعد الثوره هما ولا في الحكم 10 سنين في الحكم. شو النتائج؟ تجي تقول لي اليوم ايجها تحب تغطي على مسؤوليتك؟ هاي المشكلة في حركة النهضة. باكي يحب يبدأ صفحة جديدة وربما نقطع مع السائد وتدخل ما نعرفش في في توافق جديد. مستحيل الأمر هذا. تعرفش علاش مستحيل؟ أنا مش نقول لك مستحيل. إلا الأحزاب هذيا من حركة النهضة ما تعلموش يتحملوا مسؤوليتهم. تجي للناس تقول لهم يجاوا، تعرفي الهدف نتاعو. استفزاز هذايا. وقت اللي قال لا مش استفزاز. لا لا عدم حسن نية ولا؟ لا لا مش حسن نية. ما يبديش حسن نية. ردي بالك في السياسة مش تحكي على حسن نية. راجل غنوشي مناورة سياسية اللي عملوا عايد الحمل الهمامي وحزب العمال راه. شو معناها مناورة سياسية؟ هو في أزمة. هو عنده مشكلة في الداخل، وعنده مشكلة في وسط الحكومة، وعنده مشكلة مع قيس سعيد، وعنده مشكلة في البرلمان، وعنده مشكلة مع الشعب التونسي. يولي يظهر باهي نحبوا الوحدة الوطنية ونحبوا فهمتني؟ ولا جورنا على الشر ويجاو يا ناس معانا. تحملت مسؤوليتك انت الساعه ولا؟ في تونس السياسيين ما عندهمش خاصة تاع اليمين ما عندهمش باش يتحملوا مسؤوليتهم. انت شوفي عبير موسى جات نهار من النهارات وقالت وتحملت المسؤولية نتاعها في إرث بن علي. تقول الثورة بها وعليها. ما يعرفوش يتحملوا المسؤولية نتاعهم. رجل غنوشي تحبي نحكوا على الأرقام؟ سيدتي بعد العشر سنين هذا من بعد قول لي احنا مطلوب منا باش نمشوا مع الغنوشي ولا ما نمشوش؟ ولا باش نشاركوا في حوار ولا ما نشاركوش؟ نسبة العشر سنوات صحيح راهو لا نقاش انه بن علي خلى بلاد بمشاكل، والا راهي ما صارتش ثورة. مفروض بعد الثورة الحاكم مش يجي بعد الثورة. ما هو لقى مشاكل ولا لقى الشعب طالب شغل حرية كرامة وطنية هكا ولا؟ مفروض وانه يبدل يغير السياسة اللي كان عاملها بن علي اللي وصلت التوانسة للثورة ويجيب سياسة جديدة باش يحل بها المشاكل. المفروض اليوم نلقوا رواحنا الأرقام ترجعنا ل 2007. أيوة. علاش جاء؟ علاش وصلنا للحالة هذه؟ لأنه حركة النهضة وحلفائها كي وصلوا للحكم في الحقيقة رم تبدل الحكم بركة. هما شدوا الحكم أما حافظوا على نفس الشيء. حافظوا على السياسة نتاع بن علي الاقتصادية والاجتماعية ما بدلوا من حد شيء. حافظوا على القوى الأجنبية المهيمنة على تونس واصلوا يتعاملوا معها خاصة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا وزادوه شوي من البلدان تركيا وقطر والبلدان معناها نتاع الخليج وحافظوا حتى على نفس المؤسسات ومش هذا بركة وحافظوا على نفس طريقة الحكم وعلى الفساد اللي ضرب تونس. هذاك علاش اليوم اش نلقاو رواحنا؟ نلقاو رواحنا نسبة نمو سلبية أقل تحت الصفر معناها إلا 8.8%. نلقاو مديونية عمومية ب 100% توا. معناها قد الناتج الوطني الخام نتاعنا. الخام نتاعنا. قد منتاج نتاع تونس ومداخيلها نتاع عام كامل. 75% سيدتي مديونية خارجية. نلقاو رواحنا 40% مؤسسات صغرى متوسطة فلست. نلقاو رواحنا منشآت عمومية مدمرة ومدققة ويحضروا فيها معناها البيعان. وانتاج متوقف وغيره. اسمعني جاي نلقاو قطاع موازي 54%. قيمة الدينار هبطت 43%. 60 مليار دولار تاع أموال مهربة. تهرب جبائي 15,000 مليار. حاجة أخرى نحب نوقف عليها لهنا. من 2011 ويجا تونس خذات 80,000 مليار. جتها مساعدات
33 ألف مليار قديش يجيو هذا؟ وين مشاو هذا؟ اللي نجم نجاوبك عليه نقول لك ما مشاوش للفلاحة، ما مشاوش للصناعة، ما مشاوش للصحة، ما مشاوش للتعليم، ما مشاوش للبيئة، ما مشاوش للبطالة، ما مشاوش للخدامة. طيب اليوم علاش مشاو؟ مشاو هزوهم ضربوهم الصحاح، هذا الفساد. هي حركة النهضة عندها شركاء حمل همام 10 سنين هم شركاء مش تحكموا حالهم. لا يعطيك الصحة، حركة النهضة الحاجة تميزها أنها هي بقات على طول يدخلوا معها شركاء مشاو، أما هي استقر مسؤولة هي وشركائها، ولكن هي عندها مسؤولية رئيسية. اليوم مش عندك، عندك مليون بطل، عندك مليون، عندك زوز ملايين فقارة سيدتي، عندك مليون ومئتين ألف تلميذ اضطردوا فيها العشرة سنين هذا، عندك مليون شاب يتعطاو المخدرات فيهم 400 ألف شاب معناها مدمنين، عندك 386 جريمة يوميا فيهم زوز جرائم فهمتي متاع اقتصاد، عندك 286 تلميذ يوميا يغادروا فهمتي من المقاعد، عندك في العام 2020 208 انتحار، 70% منهم انتحارات شباب يمشي يشنق روحه بأجمع الوسائل. هذه مسؤولية شكون؟ بالإضافة للإرهاب، للعنف، للشيء، للاعتداءات الحريات، هذا مسؤولية شكونه؟ راهو مسؤولية اللي يحكم. إذا مش حكاية ما ثمش فلوس، ما هيش حكاية اللي قدر ربي، إنما عندك أحزاب أنت حكم شدت واصلت في نفس السياسات القديمة، فقط تعوض مشى زين العابدين بن علي جا راجل غنوشي وجاوا معاه الجماعة الأخرين، إذا عوضوا الحكم أما ما غيروش السياسة. بينما الشعب التونسي إيش كان طالب؟ الشعب التونسي كان طالب تغيير نتاع السياسة. صحيح الشعب التونسي عنده مسؤولية، كيفاش عنده مسؤولية؟ ما تقول لي هو انتخبهم بالضبط خاطر هما اش عملوا له؟ هذا يحب لها فترة باش الناس توعى، يجوك قبل الانتخابات يشيخوه بالوعود مش نعمل. تنذكرك العام اسمه هو نور الدين البحيري في اول انتخابات قال مش نعمل 500 الف موطن شغل، شويه كسروا 500 الف موطن شغل كسروا. اذا الواقع هذايا هم مسؤولين عليه. تجي تقول لي انت اليوم هو عيط لكم قال لكم اجاوا، تعرفش يحب يعمل؟ يحب ان احنا نولوا مسؤولين معاه على الشيء هذا، باش المسؤوليه تتمسح في الناس الكل، باش نغطيو على الفشل نتاعو. وعلاش ما نمشيوش في حوار وطني يجمع الناس الكل؟ الحوار الوطني يجمعكم انتم آية من يجمع الناس الكل من اليمين لليسار اي اعطيني الحوارات راه اهم حوار مبادره اتحاد الشغل سيدي يكون عندها. خلينا نرجعوا شوي للحوارات. توانس ربما يقول لك انت علاش حزب العمال يقول الحوارات بها وعليه؟ الحوار نتاع 2014 باش نقول لك اهم حوار اللي صار فيه اربع منظمات خي في الاخر بالكل هي صار الحوار. ناكد لك البنود اللي خرجنا بها وانا شاركت فيه الحوار، البنود اللي مشينا فيها ما عدا الدستور تفرضنا انه يتعاود تاع 1 جوان هذيك 2000 ومعناها هو 13 دستور 2014 لا 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 الدستور تاع 2000 تاع 1 جوان 2013 اما الدستور جاء بعد في 2014 تحويرات وطيحنا حكومه علي العريض فيما عدا ذلك ما ثم حتى بند تطبق. اذا الحوار وقتها شمال بالعكس حوار هذاك نجم قلت منع النهضه الحوار اللي عملوا المرحوم باجي قايد السبسي الحوار تذكر كارتاج واحد حوار وطني وحوار كارتاج اثنين ايش عمل طيح به باش طيح به حبيب الصيد حبيب الصيد وجاء يوسف الشاهد ويوسف الشاهد عمل شي حاجه زيد غرق البلاد ثلاثة سنوات غرق بهم ودق دمر بهم البلاد. يجيك اليوم اتحاد العام التونسي الشغل احنا منظمه وطنيه ولا بطبيعه الحال مش ناقش لك في هذا ناقشك من ناحيه سياسيه هي قادره ولا تجمع وتعمل حوار خلنا سمعوها سمعها قيس سعيد سمعتها النهضه سمعها المشيشي روكي شفت كيفاش وانا حكيت مع سي نور زاد ثم لازم يكون شويه ضغط شوي منكم مش شويه ضغط مين لازم يجي قدم مقترح انت حوار وطني احنا قلنا مراه ما همش باش يمشوا معاك مجمله تعرفيش علاش لانه في 2013 تعرف شنو اللي خلى النهضه تقبل اكل الحوار هذاك ملايين نتاع ناس في الشارع ملايين في الشارع اليوم النهضه هذا المطلوب يعني اليوم مش على حل اليوم ما عادش ثم قضيه نتاع حوار يعني متوانسه فدوا من الحوارات مال اليوم اليوم نمحيو المنظومه هذه ونجيبوا منظومه اخرى. انت استعملتي كلمه نمحيو فعلا كنسها تعرفش علاش هما في حد ذاتهم وقت انت عندك نظام تحكم وفرصه هذه باش الواحد يحكيها بالكدا
انت عندك برلمان اغلبيه في البرلمان مش عارف شهاده صحيح. عندك رئيس حكومه مش عارف شهاده صحيح. وعندك رئيس جمهوريه مش عارف شهاده صحيح. كل جمع يقولوا الازمه مش تحل وهي عمال وتعمق. وراك ظهرني تبعت يا نهارين البارح خرجت حكايه عرك على التلاقيح. طبعا اذا ما عندهمش نيه اللي باش الازمه دي يحلوها. وهذاك علاش احنا في النداء قلنا وقلنا ما عندهمش نيه. الهدف نتاعهم شنو هو؟ مش نكون واضحين، راهو لا قانون لا دستور لا حد شيء. عرك نتاع سياسه لابد بالنسبه لهم من واحد منهم يزيح الاخر او يهمشوا. الغنوش ايش حاجته تو المشيش؟ حبوا قيس سعيد يشد غادي القصر ويسكت ويريض. قيس سعيد مش قابل الشيء هذايا، يحب يقلقهم زادة. ما تنسيش يسمى المشيشي بصلاحياته في ديه. اذا ما همش عندهم النيه اللي باش راهو يحلوا الازمه. في الاثناش قاعد صاير في البلاد متفقين البلاد قاعده تدمر ولا هاي تحت الوصايه. اليوم بركه هني جاي صندوق النقد الدولي اليوم بركه ست توصيات. البلاد ولات تحت وصايه اجنبيه. الخبراء يقول لك رانا مش فلسنا مش على حافه الافلاس، رانا في الافلاس، مش على حافه الانهيار، رانا في الانهيار. اي انا كتونسي وتونسيه، انا كشعب تونسي اللي عملت الثوره دي وتحملت المسؤوليه نتاعي قبل، هم يدمروا لي في بلادي وانا نبقى نتفرج عليهم. وقت اللي احنا قلنا الشارع ثم ناس فرجعت الفوضى، عملنا الفوضى راح يخرجنا الشارع. بن علي الشوطي وقت لذلك عندك ما خرجتوا للشارع اما ما النتيجه الملموسه باهي النتيجه الملموسه تولي شعب ومسانديكم سمعوكم وثم تفاعل وبعد هم شو نقولها لك باي وسيله انتم اللي تدعيوا لتغيير نظام الحكم والمنظومه تعرفي وقت عندك انت نظام التحكم اللي هذا مكبش وفي نفس الوقت البلاد تدمر والناس ماشيه للهاويه راهي يجي دور الشعوب باهي هنا دور الشعوب خاطر بن علي شكون بعده؟ بعده ولا الشعب ولا؟ نعطيك بوتفليقه وقت اللي حب عهده خامسه. شكون اللي بعده؟ الشعب الجزائري. والشعب الجزائري راهو تعرفي اللي ثلاثه سنوات عامين راهو ثلاثه شهداء فقط. شعب منظم حرك صحيح النظام وحتى الناس في الحبس اما حبيت نقول لك وقت اللي الملوك راهي ولا والناس الطغاة راهو الشعب نحاهم على خاطر اللي في الحكم ما يحبوش ينزاحوا ما يحبوش معناها بلادهم قاعده تتدمر هم واحد هذا ايش يتطلب؟ احنا واعيين بالشيء هذا راهو يتطلب راهو وعي من الخدام التونسي وعي من الفلاح التونسي اللي قاعد يتدمر اللي هو في ولاد جبل الله هو في عروسه بلادي انا اعطيك بلادي لا لا عندنا 11 فيرما الاف الهكتارات فيهم عندك شباب في عروسه سيدتي يجي للدوله يقول لها أنا ما نحبش نهبط لتونس وأنا ما نحبش نهاجر وأنا ما نحبش نمشي حتى البقعة تعطيني أرض خل نخدم تماش شباب خير من الشباب إذا يولي الوقت هذاك أنه الشعب التونسي يتحمل المسؤولية نتاعو طيب هذا مش يطلب من احنا برشا خدمة مش يطلب برشا وعي حزب العمال نجموا نشوفوه يقود مسيرات ويقود تحركات احتجاجية مناهضة للحكم وللمنظومة الحالية أي ولا نعم نزل بشوية لا نعم معشوة. نعم طيب. هذا هدفنا وبالعكس نحن ندعو التوانسة باش يخرجوا معنا بشكل منظم شو كيفاش نتفقوا على برنامج نحن التوانسة أنا نقول لهم نحن البرنامج واضحين راهو مش نقولوا فيه هيا اخرج للشارع لا هم يضربوا في السياده الوطنيه احنا نقول نحافظوا على سيادتنا الوطنيه اما اليوم حمل همام نكونوا صريحين شويه وواقعيين شويه اليسار التونسي ونعرفوا الاشكال الكبير اللي يعاني به اليوم وحتى بعض القراءات تمشي الابعد من هكا يقول لك انه مازالت الافكار ما تتمشاش مع الواقع نتاعنا مازالت نتاع السبعينات والثمانينات هذه افكار اليسار التونسي هذه الانتقادات اللي تجينا اليوم وحتى المحللين اليوم اللي تطرحها يقول لك لا تتماشى مع الواقع اليوم التونسي ومازالوا حابسين والتعصب نتاع السبعينات وما يتمشاش وحتى بعض التونسيين في تخوف يقول لك اليوم اليسار هو بيدو من داخل خلينا نقولوا عنده ازمه كبيره ومتفجر من داخل كيفاش انا نمشي في المسار هذايا وانا مش عارف القياده نتاعي هذيا وين تنجم توصلني. شوف اولا الساعه فرصه خلينا نجاوب على بعض الحوايجات. اي ماذا بينا؟ السبعينات هذا ما يعرفوش السبعينات. في السبعينات جنه. تعرف شو معناها السبعينات؟ حركه فيفري 72 المجيدة اللي لأول مرة تم قطاع شبابي أول مرة تم الناس في البلاد
يفرضوا على الحزب الدستور راهو من حقنا باش تكون عندنا منظمات مستقله. لا هو مما لا شك فيه الحقبه الزمنيه هذيك والنضال هذايا. اذا شو وقت الحركه على المعطيات ما تتمشاش. لا خليني نحكي لك هل مش يجيك. لا خليني نتفق الصح اللي يقولوا خطاب السبعينات ما يعرفوا حتى شيء. وسامحيني في الكلمه نقول لك جهاله. لانه خطاب السبعينات شو كيفاش؟ في السبعينات الحركه الشبابيه الطلابيه الحركه التلمذيه الاتحاد العام التونسي الشغل وقتاش خرج من اجل الاستقلاليه؟ تضرب عام 65 تضرب في اشهر 50 في 78 الحركه اليساريين التوانسه واليساريات التونسيات اللي مشاو شاركوا في النقابات ولا وتحملوا مسؤوليه في في في, في النقابات طرحت وقتها في الوقت ذاك المجلس تاع الاستقلاليه وعاشور الحبيب عاشور المرحوم حبيب عاشور تحمل مسؤوليته وواجه السلطه وصارت مجزره. الحركه النسائيه التونسيه نادي طاهر الحداد وقتاش كونوا كل في السبعينات خلينا نذكر بحويجها المسرح التونسي عزو وقتاش كون المسرح الجديد؟ هل تسمعي بهم توا جيلي بكار وفاضل الجزيري ولا وفاضل الجعايبي ولا وجماعه فهمتي من هذا التياترو وقتاش تكونوا؟ السبعينات. والقدام حبيت نقول لك اللي يقولوا خطاب السبعينات نقول لهم راكم ما تعرفوش راهو خطاب المجيد. الحاجه الاخرى يقعد يمشي خطاب السبعينات المجيد في كل الحقبات الزمنيه. لا شويه خليني احكي لك اشنو هو خطابنا اليوم؟ اش قلنا نحن؟ ايه ما هو يقول لك الخطاب هم به نحن وقت اللي نجوا نقولوا اليوم يلزم التوانسه يدافعوا على سيادتهم الوطنيه. هل الدفاع على السياده الوطنيه هذا خطاب تجاوزه الظهر؟ اش قلنا نحن؟ توا ثرواتنا يكون لنا فيها الاجنبي هكا ولا؟ وقت اللي يجي حزب العمال ويجي اليسار التونسي يقول واليسار التونسي تقصبيه حتى القوميين زاد راهم. وقت اللي يجيو يقولوا ينبغي ان نؤمن ما ثرواتنا باش التوانسه يعيشوا منها. سامحيني هذا خطاب خايب. وقت اللي نجيو نقولوا راهي بلادنا المديونيه الكريهه راهو من حقنا باش نلغيوها باش التوانسه الشبان يلقاو باش يخدموا. هذا يا سيدتي خطاب تجاوزه الظهر. سامع خلينا نكمل لك الساعه. وقت اللي نقولوا اليوم الفلاحه التونسيه يلزمها تتصلح عندنا 5 ملايين و300 الف هكتار فيهم مليون هكتار بور. وقت اللي نقولوا الفلاح الصغير والفلاح المتوسط راهو يلزموا الارض راهو يلزموا الماكينات راهو يلزموا يلزم يتحمى راهو يلزم يلقوا من يسوق راهو يلزموا لا مونيتر اللي دافعوا اللي يتعاركوا عليه توا. وقت اللي نقولوا الفلاح نتاع جندوبه راهو من حق ما يلزموش يلوح البطاطا بعد ما ينتجها راهو يلزم يلقى سوق. وقت اللي نقولوا ما تجيبش البطاطا من تركيا هو سامحني أيه؟ الخطاب سامع هالخطاب هذا تعرف الكلام اللي نقولوا خطاب نحن مش ماشي هذا ما بان بالنسبه لهذه راهي ديكتاتوريه الافكار هذا ما سامحيني في الكلمه نقولها راهي سياسيه هذا عملاء الاستعمار تعرفيش علاش عملاء الاستعمار تعرفش علاش لانه يحبوا يقولوا للتوانسه والتونسيات راهو ما عندكم ما تنجموا تعيشوا كان تبعين ما تنجموش تهزوا روسكم ما تنجموا تعيشوا كان البطاله ما تنجموا تعيشوا كان في اجور خايبه يا فلاح تونسي وهذا تعرفي في نهايه الامر بل سامحني بل اتفاقيه جديده اللي يحبوا يعدوها اكثر من هكا بوبرطلة مش يرجعوه حتى الاتفاقيه نتاع 12 ماي معناها تأميم الأراضي التونسية 12 ماي يحبوا ينحوه ويحبوا يولوا يملكوا الأجانب الأراضي. إذا هل يقولوا خطاب حمل همامي وخطاب حزب العمال القديم وكل شيء؟ بالعكس هذا هو الخطاب اللي مش يمنع تونس. أما مشكلتهم وين هما؟ هما بالنسبة لهم ثم كان حل واحد للتوانسة يبقوا ساكتين تو يزدوهم في الأسعار يبقوا ساكتين. ما يجي يقول لهم ماناش نشتد بولادكم بطالة يبقوا ساكتين. يحبوا يقولوا لهم راهو المنشآت العمومية تحكم دقدقوها طبخوا ساكتين. طيب. يقولوا لهم من غير صحة وهنا شفنا كيفاش الصحة بالفلوس صحة للأغنياء وصحة للفقراء طبخوا ساكتين، تعليم الأغنياء تعليم الفقراء طبخوا ساكتين. إذا الجماعة هذا ما تحبوا تاع شكون؟ هذا من تاع العكري وهذا من تاع أمريكا وهذا من تاع البلدان الاستعمارية اللي يروجوا خطاب قديم خطاب قديم والخطاب نتاعهم هما مش من خطاب من القرن 18 الثامن عشر ومن القرن يا سلام نحن خطابنا من السبعينات يقول لك اليوم احنا لقينا اذان صاغيه وعندنا قاعده كبيره وانتخبونا في كل محطه شوف في كل محطه الانتخابات اذان صاغيه انتخابات انت عندك 60% من التوانسه ما يشاركوش في الانتخابات تعرفي اللي قاعدين يحكموا فينا في البرلمان قداش يحكموا فينا 40% اش حبيت نقول لك انا بالعكس اللي قاعدين يهاجموا فينا
خير اش قالوا؟ مش يقولوا حمل همام نهار كل ضد وحمل همام نهار كل لا وحزب العمال نهار كل لا؟ باه احنا قلنا لا لا شنو هو؟ حاول تاريخ انصفنا اليوم الواقع اش بين؟ كي قلنا المراه حكومه في جره حكومه مش يدقدقوكم اخي هاو الناس مش الناس كارهه النهضه الناس كارهه اللي يمد ايده للنهضه كارهين الناس تعرفيش علاش؟ لان احنا قلنا لهم كنهار في احنا في المسيره قام مواطن قال للجماعه هذا اللي يقولون اليوم بعد شهرين نطلع صحيح هاو نقول لكم راهي البلاد مش تمشي وتتدمر هل وصلنا لها النتيجة؟ اذا اسمعونا يا توانسه حبش نقول لك اسمعونا يا توانسه وهذاك نحن طالبين صوت التوانسه باش نوقفوا مع بعضنا معناها البلاد ده. والوطنيه راهي عام في القرن 18 ولا 19 ولا في القرن 21 الوطنيه هي الوطنيه والعداله الاجتماعيه العداله الاجتماعيه والحريه هي الحريه والانسانيه ملي بدات وهي تناضل من اجل الحريه والعداله الاجتماعيه ما قالوا لهمش لا راهي هذه قديمه هذا هو به قعد لنا اقل من اربع دقائق حمل همامي مساش خلينا نستغلوهم شويه لانه تقريبا خذيت وقت في التشخيص نتاع الازمات وحتى طرح برنامجكم لكن اليوم ما حكيناش على حزب العمال اليوم وقتاش يلملم جراح وقتاش يقف مره اخرى على ساقيه وقتاش قياداته يتلفتوا بالحق ويمنوا انه فما اشكال كبير حتى على مستوى الهيكله وقتاش باش تنظروا في هذا الكل وقتاش باش تحضروا المحطه الانتخابيه الجايه قبل ما نحكي واليوم على تغيير منظومه كان وصلنا لها ضحكوا لعبوا وصلنا لها بالحق لا لا قلت كان وصلنا لها لا لا كان وصلنا لها كان وصلنا لها تعرفيش علاش كان وصلنا لها مش نقول لك علاش لا لان الانتخابات بنا معنى كان وصلنا الانتخابات اللي تعدات هذه 2019 ما ثماش انتخابات فاسده كيفها في الانتخابات العمليه محكمه المحاسبات اني قريت البارح اللي ماشيه في الاتجاه قاعده تبحث تجيك محكمه المحاسبات وراو البارح قالوا راهو عندنا ناس تمويلات مشبوهه اذا تمويلات مشبوهه تدخلات خارجيه جي هذه انتخابات هذه اذا عندك مؤسسات تمثيليه ضاربها فهمتي من الفساد قبل ما نوصل ساعه نحل الانتخابات راهو عندنا بلاد لازم ننقذوها تو الساعه اليوم بلاد لازم ننقذوها اليوم مباشره لازم ننقذوها حزب العمال انا اطمئنك كيفاش ينجم حزب العمال ينقذ اليوم تونس ونطمئن التونسيات والتونسيين حزب العمال تعدينا فترة صعيبة في الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية بطبيعة الحال راهي فيها برشا أحزاب لعبت دور إيجابي لكن عندها أخطاء عندها نقايصها، خرجها من التجربة هذيك راه برشا فهمتي منها صعوبة بطبيعة الحال أما نطمن التونسيات والتونسيين ولا مراو حزب العمال وكان ما جاش ماشي في دنيا صحيحة راهو ما نجمش يخرج نهار السبت اللي فات، قيمنا ونحن عندنا الجرأة باش نقولوا وين غلطنا؟ وين كنا صحاح؟ ولازم نصلحوا ما شفناش كل القيادات في المسيره حمل نعم. الهمام وين قيادات اليسار الكل هبطوا لا نحكي على حزب العمال انا نحكي لك ثم ناس عندها احزاب اخرى عندها تقديرات لا نحكي نلزم حزب العمال لا يعني. نحكيو فيه اليوم لا باش نلم الشمل الكل هاو ثم هاو السبت هاو السبت هذا ثم هبط اخرى فيها الناس كل حتى السبت هذا ثم مسيره ثم وين بالضبط ثم مازال ما تحددش المسار نتاعها اما الاطراف الكل احزاب وجمعيات ومنظمات واكثر من هكا احنا راهو في حزب العمال نمنوا ايمانا قطعيا مش فقط نمنوا انه الشعب لازم يتوحد خدامه مع فلاح مع طالب مع تلميذ مع نساء مع مثقفين مع مبدعين نمنوا كذلك القوى اليساريه والتقدميه والقوى الوطنيه الحقيقيه لدفع البرامج كما كنت نحكي لك عليها يلزمنا نتلموا مع بعضنا وتعرفش علاش نتلموا مع بعضنا راهو الواقع يفرض علينا باش نتلموا مع بعضنا ماهيش رغبه نحن هكا وفي اسرع وقت ممكن طيب اسمعني نبعدوا المناكفات ونبعدوا والسياسه ما تقبلش راهي القديمه السياسه ما تقبلش العداوات والخصومات والبنتوات المصالح نتاع الشعب والوطن هي التي ينبغي ان تفرض نفسها على الجميع واحنا من ناحيه متفائلين الناس قاعده رجعت تخدم قاعده تخدم على بعضها وقاعده تقدم اما بالنسبه للحزب العمال ناكد لك نعتبر وانا ماشيين في الطريق معناها الصحيح وبالعكس هدفنا في المده الجايه اكثر ما يمكن التحام بك الخدام وبك الفلاح وبك البطال وبالنساء وبالشباب
وبالمثقف والمبدع. طيب على المستوى الشعبي، مستوى الشعبي ايه؟ على المستوى السياسي علاش ما نشوفوش، ما نعرفش تدخلوا في بعض، تصطفوا على الاقل او توافق مع بعض الاطراف والاحزاب السياسيه سيدي المنظومه الحاكمه ورفضتها وفاهمين علاش ايه؟ وعندكم ايه؟ علاش اليوم مثلا نلقاو لقاء تشاوري بين مجموعه من الاحزاب والشخصيات الوطنيه، ضم على سبيل الذكر حزب الامل، حركه مشروع تونس، حزب افاق تونس وحزب البديل، نلقاو زاد حزب الراية الوطنية وحزب الائتلاف الوطني والحزب الوطني التونسي وحزب بني وطني وائتلاف الصمود، نلقاو الازهر القروي الشابي، كمال العكروت ومصطفى كمال النابلي وفضل محفوظ وسلمى اللومي، هذوما يتخالفوا. هذا بالعكس خلي تلموا. وينو وينو حزب العمال؟ شوف فيش، لا لا هذا مقرب لبعضهم، راه هذه مدافع على فكره اخرى حنا ما تبنوهاش. أيه. اما من حقها مش يتلموا مع بعضها. لا من حقهم، نحكيو عليكم انتوما. لا سامحني. مع اي طرف؟ لا 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 انا خلقوا لي يساريه شويه. لانه بان بالكاشف اي مش شويه. هي. لكن يا هو. يعني نناقشوا معاهم. هذه اطراف سياسيه اخرى اللي كان فيها في الحكم، كان فيها في الحكم، اللي عنده تصور اخر عنده. خلينا نحكي لك. تو نحن بالملموس. تو الاطراف هذه. خلينا نكون واضحين. سيدي ماناش نحكوا على البعيد اللي كنت احكي لك عليه، انا نحكوا على القريب. هذا ما تو كانوا نقولوا لهم تونس اليوم محتاجة باش نعلقوا تزيد المديونية يمشوا فيها، وكانوا نقولوا لها مثلا إلغاء الاتفاقيات الدولية الثنائية مثلا تاع الاتحاد الأوروبي اللي مخسر تونس 10,000 مؤسسة صغرى متوسطة و400,000 موظف شغل، زعما يمشوا فيه. وقت نقول لهم إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية للشركات الأجنبية، وقت نقولوا لهم ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى، زعما يمشوا فيها. وقت نقولوا لهم اليوم التحكم في الواردات، زعما يمشوا فيها. هاو نعطيك وقت نقولوا مقاومه الفساد، وقت نقولوا نحن الشيء هذا رانا من ناحيه حزب العمال ناس نمنوا، وان المصلحه الاولى والاخيره اللي تقودنا هي مصلحه معنا الناس، وعندنا كما كنت نحكي لك امور عمليه ملموسه وما هيش مجرد شعارات عامه، عندنا اشياء واللي سمحني وعشر سنوات صاروا في تونس زادوا اقنعونا اكثر من اي وقت مضى في حزب العمال الطرحين ونحن صحيح، وهذا هو المشي نقول تونس. هذا هو يعطي الصحه ماكل علاني، الحقيقه زادنا برشا وقت على الوقت الاصلي للبرنامج، لانه الحقيقه برشا تساؤلات وبرشا افكار، ويعني اليوم الاحداث تفرض نفسها في اقل من دقيقه. بربي حمل همامي، نرجو منك ليه. انك اي نلتزموا شويه ليه. بالوقت ونختموا. مالك اليوم والتساؤل الكبير، وبعض التوانسه يحبوا يعرفوا علاقه حمل همامي بالمنجي الرحوي، هل مازال فما خلاف، فما بوادر على الاقل انفراج الازمه؟ لانه يعني نعرف في المده الاخيره فما اشكال بيناتكم. شوف باش التوانسه يعرفوا اللي الخلاف اولا ما كانش بين حمو موجه الرحوي، ماهوش صحيح. كان ثم خلافات سياسيه. وخلافات سياسيه وكل واحد عنده الحق باش يدافع على موقفه السياسي. طبعا. وماهوش على شكون ترشح وما ترشحش، اما باش تفهم اللي هي ماهيش خلافات شخصيه. أو نقول للتوانسه من اكثر الناس اللي سالوا على راضي النصراوي ويتصلوا بي يصلوا على راديو ويحبوا يطلعوا عليه كل شيء موجه الرحوي. شكون؟ لا 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 حبيبي لا 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 اذا ماهيش ماهيش مشكله شخصيه. طيب في السياسه حاجه اخرى. هبطنا مع لا هبطنا مع بعضنا في مسيرات. لا هبطنا في المسيرات اللي هبطت الثلاثه اللي هبطت اللي واحد من شاركت فيهم. موجه الرحوي كان موجود غاديك، ومش موجه الرحوي وغير موجه الرحوي، الناس الكل كانت موجوده في غاديك. مسيره السبت الجايه طبيعي جدا. هذاك علاش راهو شوف نحن ديما نشخصوا السياسة وديما نرجعوا عركة تاع زعامات وكذا، والحال هو هذا اللي صار في الأول. يمكن بعد تفضل الخلاف. لا لا هم قلت لك خاطر المشكلة فاش ما ثم وسائل الإعلام زادة اللي ديما يحبوا يشخصوا فلان ضد فلان، فلان ضد فلان، والحال هي من خلافات حول برامج وحول سياسات وحل مواقف ولا شيء غير ذلك. اي وهو الفائده انها تنفع التونسي وتحل له مشاكله. الحقيقه كلنا نطرح في الاشكاليات هذه ومشاغل التوانسه ونجيبوا فيكم انتم كسياسيين سواء داخل السؤال على الطلاقيه على التوانسه يستنوا في الطلاقيه. الوقت فاوى لو انك كنت عبرت في اكثر من مره، اعتقد انه الامر واضح يعني بالنسبه للطلاقيح. مشكور جدا الامين العام لحزب العمال حما الهمامي للحديث بقيه، وقاعدين نواكبوا في كافه التحركات وكافه التطورات على المستوى السياسي، ان شاء الله تنفرج الازمه في قادم الايام، ونتمناكم التوفيق طبعا في حزب العمال. شكرا لك. وشكرا لكم انتم كلمه باش نقول للتوانسه، التوانسه نقول لهم
الدوام ينقب الرخام، عمركم ما ترخوا وعمركم ما تطيح معنوياتكم، ولا وراكم ملاكه في بلادكم ما كومش كرايه، وراكم قادرين على برشا حاجات، المهم تكون عندكم الاراده باش تبدلوا الواقع وباش تغيروه. هذا هو. شكرا ليك مره اخرى الامين العام لحزب العمال حمل همامي، كنت معنا اليوم في حوار خاص. شكر موصول وشكر كبير لكافه الفريق التقني اللي املكم الحصه المباشره هذه. شكرا لكم انتم زادة مشاهدينا على حسن المتابعه والاهتمام. بعد شويه يجيكم زميلي رامي الجبنوني في برنامج، او عفوا عماد جبل، عماد جبل في 17 14 يجيكم بعد شويه، ننتظر تفاعلاتكم. شكرا لكم، تصبحوا على خير ودوبكم على ارواحكم.